بهذه الحلقة راح تعرف منو الدكتورة حبلة المرزوق اللي تم اعتقالها أكثر من 3 مرات أثناء الغزو العراقي للكويت سنة 1990. بعد بحث عميق أقدم لك هذه الحلقة. يلا نبلش. لازم يعتقلوها أكثر من مرة. أنا عبلة المرزوق سندريلا المرقاب. أنا عبلة المرزوق سندريلا المرقاب. سندريلا المرقاب. سندريلا المرقاب. قلتوا لي هي سندريلا ها؟ هسه يبين كل شيء. وانت تعرفني هلال الساير، انا بالسبعينات ايام مستشفى الامير الطين مشتغله معاه في الجراحه، مشتغله معاه في الجراحه. دكتوره ومو راضيه تعترف باي معلومه، اي معلومه، باي معلومه، باي معلومه. كل انواع التعذيب اريدها تنهار، وما تدرون شلون قصوا شعرها، قصوا شعرها. انت متاكده منه؟ وكان معي اوبر بافلون، هذه قاتله تشل الجسم كله وتخلي بس يسمع ويشوف لمده دقائق. اعطيهم اياه، قزهم اياه، اقول لهم هذه ابره قوي. كلاب هذا قوي الجسم. الكويت تتعرض لاكبر عمليه اجتياح عرفها التاريخ. تحذير تحذير، ما ستشاهدونه الآن لم يعرض إطلاقا من قبل. ما الذي حدث مع سندريلا المرقاب الدكتورة عبلة المرزوق أثناء الاحتلال العراقي لدولة الكويت سنة 1990؟ أدلة وبراهين تعرض لأول مرة. حسين يفكر، مشاهدة ممتعة. كلنا ندري أن سنة 1990 شهر 8 صار عندنا الغزو بالكويت، والكثير من المواطنين والمواطنات حبوا أن يكونون في مجال المقاومة ويقاومون هذا العدو. قعدت أدور على النساء تحديداً شنو كان دورهم وهل فعلاً لهم مقاومة فعلية، ولقيت أسماء جداً كثيرة، وكانوا النساء كل واحدة متخصصة بشيء، اللي تسمم للجنود عن طريق الأكل، واللي كانت تشارك بصنع قنابل مع الرجال، إلى آخره بكل المجالات في سبيل إعادة الوطن. وراح أطلقهم صورة بالتليجرام، صورة للشيخة أمثال لحمل جابر الصباح وهي قاعدة تتعلم على السلاح فترة الغزو. عموماً رغم بحثي شفت ان في وحدة من المقاومة لقبوها بسندريلا المرقاب. قلت منو هذه؟ ويقولونها دكتورة اسمها عبلة المرزوق وما زالت على قيد الحياة. شنو قصتها بالضبط؟ عشان اكون صادق معاكم، شاركت بالمقاومة بشكل فعلي. شلون شاركت ومع منو وشلون ساهمت بهذا الشيء؟ انا اقول لك. تواصلت معاها وخذيت قصتها من البداية ومراحل اعتقالها الثلاث. اسمها الكامل عبلة خلف سعد المرزوق. طبعا عائلة المرزوق كلنا ندري انهم من اهل الجبلة والمرقاب، ونشأة الدكتورة عبلة المرزوق كانت في منطقة المرقاب عندنا بالكويت. وبداية نشأتها كانت من الاطفال المندفعين جدا وفيهم نشاط وحركة، يعني مثل ما نقول ماخذتها الشيطانة من وهي صغيرة، وما تسكت عن الحق مهما كان اللي قدامها منه. ويمكن احد يسألني حسين ليش قلت هالكلمة الشيطانة، مع ان اي طفل ممكن انه يكون شيطان وهو صغير. انا اقول الدكتورة عبلة المرزوق وهي صغيرة بالعمر راحت عند امام المسجد اللي هو حمد الحمد، وقالت لا احس فيني خرعة، ابيك تقرا علي، يعني مثل ما تقولون ان الطفل خايف ويبي احد يقرا عليه. كان يقول لها امام المسجد انت بخرعة الفريج كله، تبين اقرا عليك؟ كانت تحصل بتروح تفلعها بصخرة، يعني حذفتها بصخرة بالكويتي. ومن يومها امام المسجد حمد سماها بطلة الفريد، وهذه صورة تلاحظها لكم وهي صغيرة وماسكة بيدها كيس خريط، خريط اللي هو مثل الحلو، ما أدري كل دولة يمكن لها اسم معين، يعني أنا شخصيا ما لحقت عليه ولا شفته. عموما اكبرت هالطفلة يوم بعد يوم وكان فيها شغف وطموح أن تكمل دراستها، وبالفعل خلصت المتوسط والثانوي. ما وقفت مثل باقي النساء، لأن قبل لما أي مرة تأخذ الثانوية تعتبر كأنها شهادة جامعية اليوم، لأن المعظم كان عنده التفكير العتيد اللي مرة لازم تكون بالبيت، لكن حبلة سرت القاعدة هذه وقررت انها تكمل دراستها بالخارج، وكانت من اوائل الطلبة اللي يتم ابتعاثهم الى بريطانيا. طيب جامعة الكويت كانت موجودة، ليش راحت بريطانيا؟ انا اقول لك، كانت تبي تخصص الطب وتحديدا الجراحة، وهالشيء ما كان موجود بالكويت لان كلية الطب اساسا ما كانت موجودة، لكن باقي الكليات مثل الآداب وغيرها كانوا موجودين. وفي نهاية الستينات راحت بريطانيا ودرست في جامعة نيوكاسل، وتحديدا في تخصص الجراحة والعناية المركز. لما كنت أكلمها وأسألها عن أيام الدراسة والتخرج تقول لي والله يا يما قاعد تذكرني بأيام كنا أمس. عورت قلبي للأمانة وهي قاعد تسولف لي وتشرح،
وبالمناسبة بعد ما تخرجت ورجعت الكويت اشتغلت على طول في مستشفى الأميري، وبس ردت الفريج بالمرقاب حطوها لقب سندريلا المرقاب لأنها كانت جميلة وما زالت، الله يحفظها يا رب. ومن الدكاترة اللي اشتغلت معاهم بالأميري منهم دكتور هلال الساير اللي كان وزير الصحة في سنة من السنوات، وهو اللي ماسك الهلال الأحمر ومستشفى بيت عبد الله، غني عن التعريف. وبعد التحرير على طول صار عميد كلية الطب، وهو اللي رممها مرة ثانية. دكتورة عبلة المرزوق هي أم لأحد أفراد أسرة الصباح، تحديداً صباح سعود الصباح. طيب كل هذه معلومات كمدخل عشان أبلش على قصتها بالضبط. أول ما صار الغزو بالكويت طبعاً هي من الناس اللي فيها الوطنية عالية جداً وما سكتت عن الموضوع، وتم اعتقالها 3 مرات. أول مرة سنة 1990 شهر 8 يوم 26، وتحديداً من الجسر اللي بين صباح السالم ومشرف، والاعتقال الثاني كان في منطقة صباح السالم 9 سبتمبر، والاعتقال الثالث كان بالسالمية تحديدا 20 سبتمبر من نفس السنة مقابل مطعم الدانة، وتحديدا في عمارة بزة الغانم. هلا وليدي، هلا يما، هذا من أثار التعذيب، حرقوا فخذي ومن الطق ريولي وارمة، هذا تصوير هذا الصليب الأحمر، تعذيب يشلعون راسنا، تشلع الشعر تشلع هو مع الفروة، وهم هذا تصوير شو اسمه الصليب الأحمر من أثار التعذيب، الله لا يحللهم، يشلعون الشعر مع فروة الرأس، يشلعون الشعر مع فروة الرأس. يقول بيوم الغزو كنت طالعة ماخذة أمي من البيت ومودتها مستشفى مبارك، يقول قاعد أشوف دبابات وعلام حمر والويوه العراقية تبين. تقول المهم أنه وخرت عنهم ووصلت مستشفى مبارك، وبس وصلت المستشفى كان أشوف أن الكل قاعد يبوق أجهزة والناس غير طاردين كل المرضى الكويتيين برا. تقول لما شفت الوضع كذي كان أخذ أمي على طول وردها البيت وخليت معاها ولدي عسى الله يحفظه يا رب صباح سعود الصباح، وقتها كان عمره 10 سنوات. تقول هني النيت، قلت لازم أدافع عن الوطن بأي طريقة، وطلعت مع واحد ينقال من عيال العدساني وكانت ناسية اسمه، واحد ثاني استشهد اسمه عادل الرقم. قول فطلعت معاهم بالسيارة وقلنا ما كل حل واحد عشان نحصل أسلحة وقنابل. شلون؟ راحوا عند مكان اسمه الجيوان، الجيوان هذا بالكويت كانوا يسوون فيه التجنيد حق الكويتيين قبل، فقالت لهم الخطة كالتالي، انتوا صفطوا ونزلوا بوقوا قنابل واسلحة وانا بقعد اغازل الجنود العراقيين واسولف معاهم ولهيهم. بس حطوا الاسلحة بالسيارة وكل شيء تمام، كان تركب معاهم ويروحون منطقة رميثية يوزعون الاسلحة على الشباب هناك. بتقول بعد ما وزعنا الاسلحة برميثية انخشيت ببيت مريم شعبان ميرزا الحلاقة، حسب ما ذكرت لي انها توفت، الله يرحمها يا رب. وتقول بعد ما نخلص توزيع اسلحه ونشوف الخطط والمقاومه ايش راح يسوون، اطلع مع عادل الرقم واحد من عيال العدساني اللي ذكرت لي انه ناسي اسمه، ونروح بيته بصباح السالم نقعد نسوي قنابل مالتوف. الامانه قنابل مالتوف ما اعرفها او ما حتى ما اعرف شكلها، فاللي عنده وصف لها خليه يكتبها تحت. وكان معي اوبر سيانيد، عفوا بافلون هذه قاتلة تشل الجسم كله وتخلي بس يسمع ويشوف لمدة دقائق، أعطيهم إياه قزهم إياه أقولهم هذه إبرة تقوي كلاب هذول، قلت هذا تقوي الجسم وأعطيهم إياه، ماكو 3 دقائق إلا المخ طبعا يتهتك يصير مثل جلي بدون أكسجين لأنه ما يتنفس، يسمع ويشوف وبرد يوفي فيه غسل قلبه أقول إن شاء الله يكذبونها لك وربي بينصرنا عليكم بإذن تعالى، هو يسمع ويشوف بعدين خلاص يموت. تقول بعد ما نسوي القنابل مالتوف نطلع نوزعها على الشباب المقاومة أيا كانوا الشباب، ما ندري، المهم أن أنتوا كويتيين المقاومة هاكم قنابل وإحنا حتى بنفسنا قاعد نحدف قنابل على العراقيين والجيش. تقول من الأشياء اللي أنا كنت أسويها كنت أروح أشوف مساحات واسعة وحط فيها عمود، أثبت العمود وحط فوقه علم الكويت ونخش بأي سطح من سطح البيوت. تقول بس أشوف أي جندي عراقي يقرب أطلع القنابل وأحذفهم، وبكذي إحنا نقضي على أكبر عدد من الجنود العراقيين. بعد ما كانوا ينتهون من هذه العملية، عملية الفخ وغيره، تقول أنا كانوا معطيني مهمة أني أنا أروح أوزع هويات مزورة في منطقة كيفان. وتقول هناك أول ما دخلت كيفان دخلت مع مقاومة ثانية، المهم إن كويتيين ويلا مقاومة إن إحنا نقعد نحط خطة ثانية. قالوا لها تعرفين ترمين؟ كان تقول لهم إيه أعرف. كان يقولها بس أنتي عسماوية، كان تقول ما عليكم. كان تأخذ الدربيل، دربيل الجيش يبين لك واضح المسافات. فتقول أشوف السيارة الكويتية مات الجيش الكويتي
لكن لداخلها لجنود عراقيين. فتقول قمت أرمي وأرمي بالهبل حتى اللي معاي نسى أن أنا اسمي الوهمي زينب وقاعد يقول لي عبلاً خشي عبلاً خشي. وهذه اللحظة مصورينها، شوفوا المقطع. تقول كثر ما أقدر أني رميت وقمت أذبح بالهبل غير القنابل اللي كانت بيدي، والحمد لله أن الله نجاني وما قدروا أنه يصابون فيني أي رصاصة. حتى اللي كان قاعد يصرخ أنا ذاك واحد اسمه حسين، قاعد يقول لها خالتي ما تذكرين اسمه؟ كان تقول والله على اللي أذكره أنه اسمه حسين. حسين شنو ما أدري، بس أنه هو كان معاها وقت الرمي وقت ما شافت الجيش بالدربيل. اللي يعرف اسمه حسين شنو اتمنى يكتب لي بالكومنت. وذكرت لي بعد انه هو من اهل كيفان. تقول مرت الايام انا وعادل الرقم كنا بصباح السالم، قلت له قاعد اشوف من الدربيل انه في ناس جايين في جنود. كان يقول انا ماني طالع من البيت واذا بيدخلون خلي يدخلون. تقول انا خفت مع اللي معاي كان النط من سطح لسطح والله نجانا. لكن لما شرحت لي لحظة التعذيب والاعتقال شيء مؤلم للأمانة. تقولي أنا كنت ذاك الوقت ملكة جمال والعراقيين مشفوحين علي يبون يتحرشون فيني ويأذون. تقول يا واحد ربطني من الجيش العراقي وإلا يبي بوسني. كان عض شفايفة، تقول عضيت شفايفة خليتهم يتقطعون. تقطعوا بمعنى تقطعوا يعني انفصل الجلد حسب ما ذكرت. تقول هني حقدوا علي أكثر، كان يقطوني بزنزانة مع كويتيات وايد وكلنا مفسخين ما عندنا ملابس. تقول وأنا دخلت شفتهم، شفت واحد طايح على الارض. كان اسالهم اقول لهم هذا ايش فيه كويتي؟ كان يقول اي من التعذيب مات. تقول كان افحصه على طول، حطيت ايدي على الشريان قاعد اشوف، كان اشوف لا في نبض. كان اسوي له تنفس صناعي والحمد لله اني اسعفته. واتفقت معاه قلت له ما ابيك تتحرك على بنا ان انت ميت. تقول والله من الحيه اللي فيه كان يفسخ المكسر ماله، وهو كان لابس مثل ما تقولون عسكم الله الاندروير، وفسخ تيشيرته وحطها هي. فقام الدكتوره عبله ولبست المكسر والتيشيرت او الفنيله تحديدا. المهم هو دخل الجي ون مع التعذيب والقرف اللي كانوا فيه. تقول متشعوا شعري وحرقوا في خوذي وتاذيت. دخل واحد من الجنود العراقيين كان يقول ترى عندنا وناسه تيون معانا. نقول له اي وناسه يعني حفله، خلاص يلا مو مشكله احنا والبنات وخلنا ناخذ هالميت معانا نقطع على الدرب. بس هو مو ميت هو حي. تقول ركبنا السياره انا والجندي العراقي وهذا اللي المفروض انه هو ميت. تقول حتى اسمه ما اعرفه. وبنص الطريق كان تقول له وقف وقف عند، كانت بالضبط شرحت لي عند مقبره صلابيخات. كان تقول له وقف هنا خلينا نقطع هذا برا ونكمل. وبس وقفت سياره الجيش كانت همسته تقول له يلا دبر نفسك انه بس مثل يعني اسعفته وانقذته. طبعا الضابط اللي معاها بالسياره حاط بباله ان هذا ميت فنزل يسحبه وينزله. على ما نزل سحبه وقطع الارض كان تاخذ سلاحه وترمي الجندي العراقي. وتقول على طول ركبت السياره ودست 200 لين ما وصلت عند اول مقاومه كويتيه. وقلت لهم انا كويتيه وما اعرف ايش وصار اللي صار. وقعدت تقول لي مواقف وايد كانت تمر عليها وتقول لي الكبر شين وانا في اشياء وايد نسيتها. لكن اللي كانت تتذكر اساميهم عدل الشهيد عادل الرقم وشخص من اهل كيفان اسمه حسين. قولوا بعدها اشتغلت مع الشباب المقاومه وما كنت اشوف اي مقاومه. اي شباب مع الكويت انا معاهم باي مجال. تقول حتى المجال الطبي انا دكتورة جراحة فكنت اخذ ابر اسمهم بافلو واعطيهم حق العراقيين اقول لهم هذه ابرة تقوي والابرة هذه تنشف المخ خلال 5 دقائق ويموتون. وتقول كنت اعطيهم بسرعة لان خلال 5 دقائق الكل راح يموت وانحاش. طبعا قعدت اسألها بعد التحرير شنو صار وشلون. كان تقول الفضل الاول يعود لله سبحانه وتعالى من ثم السعودية، وبكل عيد وطني سعودي تحتفل عبلة المرزوق سواء بالرياض او بالمباركية عندنا بالكويت. ومجرد ما تكتبون عبلة المرزوق باليوتيوب راح تشوفون هالشيء. وتقول اذكر المنظر للحين لما دخل الجيش السعودي الكويت ايش كثر كان هيبة ويخرع، خلى الجنود العراقيين يرجفون. تقول بعدها عدت السنين ومشى الوقت وباقى كل شيء حتى شهاداتي اللي انا متخرجة منهم باقاهم غير الملابس والبيوت. تقول لكن الحمد لله رب العرش نجاني ورحت الامارات اشتغلت فترة كدكتورة ورجعت وقطعت هذا الشيء من بعد الغزو. كل المراجع والصور والأدلة وصوت الدكتورة عبلة المرزوق وهي تقول لي القصة موجودة بالتليجرام إذا تحب تسمع وتشوف بنفسك. يعطيكم العافية، أنا أخوكم حسين الفلتشاوي، أتمنى تابعنا في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر إنستغرام سناب شات وباليوتيوب ما عليك أمر، كنوع من الدعم قاعد أتعب على المحتوى قاعد أقدم لك محتوى نظيف راقي يليق فيك ويليق بكل متلقي. وإذا عندك موضوع يستحق البحث اكتب لي عنوانه تحت وخلي الباقي علي. ومو من طبيعي أبدا إن أنا أحقر أحد بأي حساب من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي اللي أنا حاطها. فما الله.
احنا اللي مر علينا اللي استخدمنا هني في البلد ما مر على حد. الدليل انت يمكن لي هاي بس احنا نطلع عمود 99.9 يوميا. انا داخل ثلاثة، واحد 17 سنة، واحد 23 ابوهم. الكويت المنظمة تحت، الكويت ام الفخر. احنا اللي مستقيمين هني في البلد 7 أشهر قزرناها، لا اكلنا ولا شربنا ولا نومنا ولا طلعتنا ابدا، بس الله سبحانه وتعالى حط البركه في هالبلد 7 أشهر. والكويتيين انا لي الشرف اليوم، لان الكويتيين اللي في البلد هني يد واحده، لا شيعي ولا سني ولا اخواننا الشيعه افتحوا مخازنهم وافتحوا جيوبهم للسنه.